هو احنا ينفع لما نشوف حد مؤتمن، طبعا بشرط ان انا ادخل بشرة وسرور على قلب مسلم، ان انا اوفق راسين في الحلال، بس يكون بشروط. احنا طبعا عندنا مجموعة من الاتفاقيات كده متفق عليها، لازم يكون في كفاءات ما بين الزوج والزوجة. فجاءت الخطبة تقول للسيدة خديجة: هل لك في زوج؟ هل لك في محمد؟ قالت: نعم، اذكريني عنده. بس طبعا هي لما راحت ما قالتلوش السيدة خديجة قالت كذا. يعني احنا لما يبقى في حد مؤتمن زي سيدنا عمر ما عمل، وهنعرف ان شاء الله في الحلقات الجاية ازاي سيدنا عمر كمان راح خطب ابنته حفصة، وانا شفت حد مؤتمن وحد كويس ينفع ان انا اروح. طيب لما تزوجت السيدة خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عمرها 40 سنة وكان عمره 25، فرق 15 سنة. ينفع ان يبقى ده الوضع؟ لو كان الزوج ذو عقل راجح، ذو عقل راشد، يعرف يحتوي وطبعا يعني يغدق زوجته بالحنان. لو في الامور دي، وطبعا الكفاءة الاجتماعية والكفاءة الفكرية والكفاءة الثقافية ده مطلوب. السيدة خديجة كانت مش في حاجة لحد يرعاها ماديا، ما كانتش محتاجة مال ولا محتاجة، لا هي كان معاه، ولكن كان محتاجة حد يرعاها معنويا ونفسيا وقلبيا ومشاعريا، دي اللي بتحتاجه المرأة. وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هي اكبر منه ب 15 سنة كل المواصفات دي. الحاجات دي لينا بتبقى زي سبوتات كده في حياتنا. لو انا اتعرضت حد جاي اكبر مني او انا اكبر من، ينفع والامر متاح والامر متاح. احنا بنتكلم يا جماعة في مجتمع قريش كان عنده حاجتين: مجتمع ذكوري بنسبة 100%، ومع ذلك هي كانت سيدة اعمال، اول كسر القاعدة ولكن كانت ناجحة. الامر الثاني انها تزوجت من هو اصغر منها وبرضه كانت الزيجة ناجحة.